ايه حبيبي، اليوم اخي شريف جاي يتغدى عنا. لا لا تقبرني، لا ما بدي اكل مطاعم. لا يا حبيبي لا، بدي اطبخ انا. خلص يا روحي خلص، انت جيب لي اغراض الطبخه اللي انا وصيتك عليهم وبس، لانه هو بيحب ياكلها من ايدي هيك طبخه. يلا اوكي حبيبي، يلا عبير تايلان. نعم استاذ. الفاكس تبع الشركة الكورية وصل؟ لا لسه ما وصل استاذ. طيب الايميل وصل؟ كمان لسه ما وصل استاذ. طيب خليكي قاعدة عندك لما يوصل خبريني. ودخلك هذا الشاب اللي اسمه ابراهيم عنا هون بالمكتب، لساته عرسه الاسبوع الجاي؟ ايه استاذ. طيب بعتيه روح يجيب لي هدول الاغراض من السوق ويوديهم على البيت هون. لعيونك استاذ. ايه معك مصاري حمدي؟ لعيونك استاذ. اه معك يعني؟ ايه استاذ. طيب حاسب انا بعدين ببعث لك مصاري مع المحاسب. ولا يهمك استاذ. ايه بس مو استاذ استاذ استاذ، انا ما عم درسك جغرافيا. استاذ شو بتحب يعني اقول لك؟ انا جاهزة. خلينا على الاستاذ من بوح معناته. حاضر استاذ. شغل. شوفي صفاء، انا اليوم دايسة بيتك لحتى اطلب منك مساعدة. بدك تشيلي كل شيء على جنب، انا بدي اياكي تساعدي لمعن. وليش بدي ساعده وكيف؟ شو ليش وكيف؟ ساعديه على طريق معارف ابوكي بفرنسا. لك معارف شو؟ لك هدول اللي عم يشتغلوا عند ابوكي بالشركة. وليش ليشوفوا ويسألوا؟ يبركي بيساعدوا لمعن. وليش ليساعدوه اهلي يعني؟ ما فهمت. لك بدراسته شو نسيتي؟ ليكي مروة، انت شكلك ما فهمتي ظروف معن منيح. لا فهماني. لا مانك فهمانتي ابدا. طيب فهميني. ليكي مروة، الاستاذ معن مخلص دراسته بالجامعه وبده يطلع يكمل دراسات عليا برا ومصاري ما معه، انا كيف بدي ساعده؟ انا سمعت انه جامعات اوروبا بتعطي منح دراسيه يعني ببلاش. المنح الدراسيه ما بتصير الا عن طريق الدوله ونادرا ما حدا يحصل عليها. ها يعني انت فيك تجيبي له منح دراسيه؟ لك شلون بدي اجيب له اياها؟ اي من عند ابوكي صفوقه. وبابا شو دخله؟ ما بعرف صفوقه، بس لازم نساعده لمعن. اوكي حاضر. اي حبيبي. شو ما وصلوا الاغراض اللي بعتلك اياهم؟ لا حياتي، مشان هيك عم اتصل. لك عندي مروة. وشو جاب لعنا هي مروة؟ وشو بدها؟ جاية قال عم تحكي مشان موضوع معن. يعني نحن ما خلصنا منها ومن معن تبعها؟ حبيبي خلصنا، بس بدها منا نساعده. ها وبشو بدنا نساعده؟ أهل الخانة بدها منا نساعده ماديا ومعنويا. بس ما بعرف شلون. طيب ماشي ماشي حبيبتي، الله يرضى عليكي. خففي لي فوتات لعنا، ما بدي مشاكل لا منك ولا منا. اوكي يا روحي، ما بتكون الا رضيان. ماشي بيبي، يلا اوكي حياتي، لا تتاخر. باي. مروة حبيبتي، انت ليش كثير مهتمه بمعن؟ انا ما في شيء، بس ليش عم تسالي؟ لا بس كثير شايفتك عم تقاتلي بايديكي واسنانك كرمال تساعديه. انا هلا اذا شفقاني على الزلمه وبدي ساعده بكون عم اقاتل بايدي واسناني؟ يا حنونه، هلا هيك ولا في شيء ثاني؟ لا بس هيك. طيب ليكي، هلا انا وجوزي ما بنقدر نساعده، ولو بيطلع بايدنا شيء كنا عملناه، فبليز ما تفتح لنا السيره. اها قلتيلي. اي لكان اسمحي لي اقول لك انك صدمتيني كثير، وما كنت متوقعه هيك على فكره. والله لو قدرنا كنا ساعدناه. ماشي مصدومه. باي. يا لعيونا نسيت الطبخة. وانت مين سمحني بتحكي هيك مع الجماعة؟ لا يا مروة لا، الجماعة ما قصروا معنا ابدا، كل شي عندهم قدموا لي اياه. لا يا سيدي، مو كل اللي عندهم قدموا لك اياه، وعلى فكرة هن بيقدروا يساعدوك اكثر من هيك. يعني ما بدهم يساعدوني؟
من الآخر لا سيدي، ما بدهم يساعدوك، لأنه أبوها لجارتنا عنده شركة كتير كبيرة ومعارف كتير كتار، يعني لو بدهم يساعدوك كانوا ساعدوك. يعني شو؟ شو يعني؟ يعني أبوها بيقدر يساعدك بسفرك وبشغلك. بالنهاية هني مش مجبورين فيي، حبوا يساعدوني يساعدوني، ما حبوا يصطفلوا، هني حرين. يعني بفهم من حديثك إنه ما عاد بدك تسافر؟ مين قالك ما عاد بدي سافر؟ بعدني عم بسعى على السفر. يعني شلون بدك تسافر؟ إذا ما معك مصاري يكفوا حق هالسفرة. اليوم رح سافر على لبنان ورح شوف أهلي إذا بيبيعوا شي من أملاكن. ليش أنتوا عنكن أملاك؟ إيه عنا أراضي بالضيعة، رح شوف بركي أهلي بيبيعوا لهم شي شقفة أرض وبخلص بقى. إيه على الحالة، اقنع أبوك يبيع لك الأرض لتكفي دراستك، وأنا متأكدة متأكدة إنه أبوك ما رح يبخل عليك. أوكي أوكي، نبقى على تواصل. باي باي. باي. وهي الورقة تبع الدكانة صارت باسمك. يسلموا يا أخي حبيبي. هاي الورقة تبع بيت العيلة، ما عملنا فيه أي شيء، لساته على وضعه، هيك بده البابا. تفضل. هي بقى منتركها على جنب. وهي ورقة أرض عين الخضرة صارت باسمي. لي إن شاء الله ألف مبروك يا حبيبي. وعليك يا حبيبتي. وهي ورقة المعمل جهزتها مشان نوزعها علينا كلياتنا. تفضلي. بس أنتو شو عم تساووا؟ البابا حابب يوزع أملاكه علينا على حياته، الله يطول بعمره. أبوكن ماله غلطان، واللي عمله هو الصح. بس كأنه حقك مهضوم شوي يا ساري. أي والله مهضوم. بتصدق إنه أنا لهلأ ما بعرف قديش حقي من ورثة أبي؟ بس لازم تقعدوا تتفقوا على توزيع الورثة. قلت له يعطيني حقي، وتخيلي إنه صار لي سنتين عم لاحقه، بس هو مطنش. وليش بقى مطنش؟ حاسس لك يا ما بده يعطيني حقي. بس ما في ورق بكل شيء؟ حبيبة قلبي كل شيء مسجل بالطابة. معناها ليش خايف؟ رح تاخد حقك من ورثة أبوك أنت وإخواتك البنات. ما المشكلة هن إخواتي البنات، أخي مو حابب يعطيهم حصتهم مشان هيك عم يماطل. بس مثل ما قالك وقلو هنن قلو. إيه بس أخي مفكر إنه أنا وياه نتقاسم الورثة وخلصنا. هذا أخوك بده يعمل مثل جدي أكرم الله يرحمه، بده يحرم إخواته البنات الورثة. جدك أكرم؟ ليش ما سمعت القصة من ستك؟ لا ما سمعت هيك شيء بحياتي أنا. صفاء احكي لنا القصة، خلي اخوك يسمع قصة من قصصك العجيبة. هاتي لشوف حابب اسمع. حكتني ستي صفية لما توفى ابوه لجدي اكرم، وقت الاولاد حبوا يوزعوا الورثة على بعضهم. وقت سميحة كان عندها اولاد ومتجوزة وجوزة معتر يا حرام. الله يوفقك يا اخي تعطيني حقي من مال ابي. والله انا بعازب. أنا شو بدي ساوي لك أختي؟ شو بدي ساوي لك؟ أنا شو بدي ساوي لك أختي؟ شو بدي ساوي لك؟ روحي خلي جوزك يعطيكي مصاري. روحي خلي جوزك يعطيكي مصاري. لأنه يا ما أخذ مصاري بتقله من أبوكي. لأنه يا ما بتقله هذا المصاري. جوزي عايب حاله. خليه يروح يشتغل العواطلي. خليه يروح يبتهل العواطلي. ما أنت قلعته من الدكان أخي؟ قلعته لأنه ما عاد له لزوم عندي. لأنه ما عاد له لزوم صرحته من عنده. يعني شو اخي انا اولادي نموت من الجوع؟ والله ما عنا اكل. قلت لك خليه يروح يشتغل هالعواطلي. قلت لك خليه يروح ينتحر هالعواطلي. حقي اخي. انت مالك حق عندي ولا مني ولا من ابوكي. انت مالك مني حق لا عنده لا عندي. شان الله يا اخي. اختي قومي روحي من وشي. يلا الله يوفقك يا اخي. عم اقول لك قومي روحي من وشي. الله معي. رح روح. الله يهديكم تعطوني حقي. سكتي سكتي سكتي. إلا تدق إلا تدق والله ضمير يا عيب. شو مالكي بس؟ لك اروح عنا هالتي التانية. طيب بس سؤال، هو كان كاتب كل أملاكه باسم أولاده الصبيان ولا هو عم يكذب؟ ما له كاتب شيء، بس هو بده يسرق حق اخواته البنات. عينك كنت عينك. لا صفا مو معقوله الا ما يكون في سبب لحتى ما بده يعطيهم حقهم. طيب شلون يعني هي؟ يعني بجوز يكون عاطيهم حقهم على حياه عينه وانت ما بتعرفي. لا ما كانت هيك. كيف اختي اشرحي لنا. يوميتا ستك صفيه كانت جايه مع الباطل وبدها تخلي جدك ياكل حق اخواته البنات.
عمهلك دخنة دخنة. ايه هلا بتحترق الطبخة. ايه حرك حرك ابن عمي دوقني اياها لشو. دوقني. يي ترى شو هاد ابن عمي كتير حدة. فاصوليا بزيت. هاي فاصوليا بزيت. فاصوليا بزيت حدة كتير حدة. ايه هلا بحط لها ملح. انت مين من رفقاتك بحب الحد؟ العقيد. العقيد. ايه العقيد شو كان اسمه؟ ابو ضراع. ابو ضراع. ابو ضراع هذا اللي كان قاعد هون بهدلتك بسعطة يدي وهذا اللي صوتك اوه. ايه شعوري 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 وزعوري. ابن عمي بدي حاكيك بموضوع مهم. ايه شو هو؟ ركز معي شوي. ايه انت ما لازم تعطي اختك ولا برغوت ولا برغوت. عم تسمعني؟ عم تسمعني؟ إيه؟ لانه انا شفته لابوك الله يرحمه بعيني. هي اللي داخل الدود. هي طلع. هي طلع شفتها. هي شفتها. هي العين اللي داخل الدود. عم تطرشني. ايه عطرشني. شفته انه كل يوم كل يوم كل يوم كان يعطيها هي وجوزها مصاري من وقت تجوزوا. ايه شو يعني؟ شو يعني ابن عمي هذا صار كون عم بيسرقكم. عم بيسرقكم ومو بس هيك اخذين له شوالين حنطه. الله لا يوفقوا. عم بيسرقني. ايه عم بيسرقك. ايه مو بس شوالين حنطه. شو لك؟ قالوا شو سمعاني انا انه كانوا وقت انتوا تتركوا الدكان بالليل إيه؟ هن كل يوم كل يوم ياخذوا شوالات حنطه وشعير وعدس وبرغل وطحين وشو كمان وبرغل قلناها وهدول. هي طايه الله يرحمها. انت كثير مهضوم ودمك خفيف. انا كثير صلي. ليكي هلا شايفه هذيك السمكه؟ ايه؟ بدي هلا اغطس واروح اجيبها. انتبه تغرق ابن عمي. انا ما بعرف اسمح. بغرق. ايه امسكي لي. لا بغرق. تعي معي. بغرق. ليكي يا وانا اكيد. انا خفت. بتعرفي اخي شو كان يقول لي عن ابي؟ كان يقول لي انه ابي ما كان يقصر مع اخواتي البنات بنوب، ويا من ترى حامل محمل ورايح لعنده، هذا غير المصاري. ها مصاري شو؟ على عزيمه، على نقوط، على ولاده، على خدي هالمصاري جيبي اغراض لاولادك، خدي هالمصاري جيبي عفش لبيتك، خدي هالمصاري لانه جوزك متضايق. وهي شو دخلها بورتتها من ابوك؟ قلت له لاخي هي شو دخلها؟ قام قال لي انه هذا كله عم يروح من حقنا. اي مو رايح شيء. لك شلون مو رايح شيء؟ ما هو كان يعطيكم أكثر ما ياخد منكم. ليش الكذب صفاء؟ كان يعطينا بس المشكلة مو هو. صهري هو اللي لازم يصرف على أختي مو أبي. أبوك كان عم يعطيها مصاري لتحسن عيشتها مو من حصتها اللي أنت وأخوك بدكم تسرقوها. أنا ماني حرامي صفاء. أنا ناوي أعطي إخواتي كل حقوقهم. يلي بده يسرق حق إخواته البنات من ورطة أبوهم بيكون حرامي. يعني أخي بده يصير اسمه حرامي؟ يعني أنت بدك تعطيهم حقهم مو هيك حبيبي؟ كل شيء بيطلع لهم رح ياخدوه. يعني ما رح تعمل مثل جدي أكرم. وقال لي رفيقي العقيد، عرفتي له أبو ضراء؟ ايه. إنه اجتماعنا نحن الشلة بما برت باب صغير، وده يعرفني على الشباب أبمستو ونوغاية والطوطو. طوطو مين الطوطو؟ بس أنا بقول الطوطو أنتي لا تقولي طوطو. هذا اسم حركي تبع الشباب. ايه فهمت. طب والله ناقصين في عسكري هرب. يو ايكو شفتي؟ شفته شو صغير. يا الله. ايه شو قلت له؟ قلت له انا شايف عقي. وشو قال له؟ قال لي اهلين بربا. شو قلت له؟ قلت له تحبه. شو قال له؟ الله بيحبه. غني لي
غني لي. غني لي. مو طيبة. غني لي. ابن عمي. يا ابن عمي. أنا قاعدة شي على الكرسي؟ سري رجليك. رش عيون وضبضب يقعد منيح. ما عنا هيك نسوان نحنا. أيوة. مرحبا أخي. شو بها هاي؟ ولك واطية؟ عم تشتكي علي وعلى أخوك عن شيخ الحارة؟ لأنه ما عم تعطيني حقي. لك أنت مالك أي حق عنا، أخذتي كل حقوقك على حياة أبوكي. لك والله 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 ما أخذت شي. أخذي وشبعانة، وخلي جوزك يطلع المصاري اللي نهبهم من أبي. جوزي ماله حرامي. جوزك حرامي وستين حرامي، انهب للدكان نهب. لا تقول عن جوزي حرامي، ماله حرامي. لك جوزك ما حدا بيعرفه قدي. جوزك يا خانم حرامي، حرامي. لك الله لا يسامحك، الله لا يسامحك. اسمعي، هذا الباب ما باب تعتبيه لا انتي ولا جوزك، فهمتي؟ نقلعي لبرا. لك الله يستفل فيك. الله ياخذك. هلا عم تشكيني لشيخ الحارة؟ هلا ابن عمي شوكولاتة. ايه بلغ الاصع. ايوه شوكولاتة. خلصنا بقى صفية. ابن عمي قنيلي صفية والله العظيم بطرقك كف هلا بحطك عند الشجرة. ها حتى ولا فوقها. ابن عمي قنيلي. ما بدي قنيلي. الشيخ بعقله يا صفاء، يعني على حد قوله يستعطفه ويحننوا على اخواته البنات. ايه مزبوط، لانه الرجال لازم يكون حنون على اخواته البنات. مثلك اخي صفاء، وانا كمان حنون كتير على اخواتي البنات. وانت كمان حبيبي، بس يا ريت تحكي مع اخوك الكبير مشان تتحننوا عليهم وتعطوهم حقهم بسرعة. طيب خلصنا هلا صفاء، كملي لي شو صار مع جدي اكرم. شو عم تعمل؟ لك خلاص؟ لك شو عم تسوي؟ هلا هنن كمان لهم حق بالأملاك تبعنا، تبع أبوكي هنن كمان، هيك عم يقولوا يعني. أبي؟ أبي أبوك؟ إيه. بالله شو هالحكي هاد؟ قال هيك، قال وعندهم وراه كمان، قال تسبي. لا ما على هالقصة. إيه والله. شو لازم نعمل؟ شو لازم تعملي؟ رح أقول لك شو. شو؟ ركز معي شوي. ايه. بتروح عند اختك. ايه. بتراضيها بقرشين. ايه. وبتخليها تبصم لك على اوراق انه هي اخذة كل حقوقها. خلاص بخليها تبصم لك. شو رأيك؟ ايه. يلا قوم روح. يلا. السلام عليكم. لك وين رأيك؟ لعند اختك. حط الغراض. وروح لعند اختك، مو اختي، اختك الك.
سميحة. ايه. من هون من هون. من هون. بتعرفي شو؟ يكتر خيره اللي ما قصر معهم. بس هن ما رضوا ياخذوا منه شيء، لأنه هو كان عم يتصدق عليهم صدقة وما عم يعطيهم حقهم. ليش هو شو أعطاهم حبيبتي؟ بدهم حقهم كامل، شال شوية مصاري وعطاهم إياها، ما بيسوا شيء. أيوه. شو هويلي هويلي؟ الله ما عرفتي. عرفتي آخر خبرية؟ لا شو؟ صرصور العبيالية. بلغ العظام. قال هنين اختي يعني بدهم ياخذوا حقهم كامل. ايوة. انت بتعرف انه هذا الحكي كله من جوزة؟ ايه هذا الحكي كله من جوزة. جوزة الا. جوزة الا. لانه قال هو يا ستي بدي قصة لأيدي إذا ما كان هو اللي عم يوسوس لها براسها. عم يوزلها براسها. عم يوزلها براسها. أيوة ويزلها. وزلها. العمى أيوة والله صحيح. لك هذا حزير شو بده يعمل؟ شو بده يعمل؟ بده يكوش لها كل المصاري مشان ياخذهم إله ها؟ بده يكوش لها على كل المصاري لك أنا بعرفه واطي. العمى. واطي. جد. واطي. إيه فهمت. واطي. واطي. شو بدنا نعمل؟ شو بدك تعملي؟ ما بعرف والله ما بعرف. فاتي. برافو عليك دقيقة. فاتي. حزير شو؟ شو؟ أنت لازم رجعت طلعت. أنت لازم تكرم لأختك زيادة من مصاري. أنت صاير كحتوت وبخيلها. والله صاير عكروت وبخيل أنا. كحتوت وبخيل. كحتوت وبخيل. ايه بس انا ما بعرف شو لازم اعمل. انت واخوك اولى بهدول المصاري، خليهم معاكم صامدين لياهم. خلص صامدين لياهم. والله وينك ما بصير الا مثل ما بدك. ايه طبعا بده يصير مثل ما بدك. يا برني هالوش انت شو كربوجه انت. تقبر قلبي ان شاء الله بحبك انا ابن عمي. وانا بحبك. زين شو لازم تعمل مشان حبك زياده؟ شو ليش الزياده؟ بدك تروح لعندها وتجبرها بأي طريقة كانت إنه تبصم لك على الوراق. كيف وشلون ما بعرفها، ما دخلني. خلاص كيف وشلون ما بتعرفي أنت. أيوة انضمت. لا تسحبها. لك يا الله. ليك دقيقة. لك لا. لك يا الله طلعت. هويلي. شو بشتغل عندك؟ قديه عم تعطيني بالشهر؟ قومي رقصيلي. يلا. شو بك شو صار لك؟ نسيت. تعمل مثل ما قلت لك ها؟ ايه. واليوم؟ ايه. لا تأجلها لبكره؟ لا. مشان يرتاح راسنا من هالقصة العمى. ايه. انا هذا اللي بدي افهمه، انه ليش البنت بتاخذ ورثتها من ابوها وبتعطيهم لجوزها؟ ما لو هي حرة فيه، انت شو دخلك؟ هذا مال العيلة كلها مو بس مالها، يعني ابي تعب لحتى جمعه. مال العيلة وطلع لها حصة، انت شو دخلك؟ لأنه بوجهة نظر اخي انه هذا مال ابي. وأنا لازم وقف معه مشان يأكل حق إخواتي. مال أبوك مو لحالك أنت وأخوك، هاد مالك أنت وإخواتك. ولا بدك إخواتك بكرة يشحدوا اللقمة من الغري؟ أكرم. أي 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 عابتني. بلاك فضحونا بالحارة. لك أكرم فضحونا. الله ما يوفق. الله يفرب بيتهم. الله يزيهم مثل ما أزونا. مين هدول؟ لك أختك فضحتنا بالحارة عم تشحد من العالم. لك أكرم أختك؟ ليش يا شبه أختك؟
ولك اختك عم تشحد هي وجوزها بالحاره. اختك تجوزت؟ ايه. ولك مالك عرفان انه اختك تجوزت لك اكرام؟ اختك وجوزها عم يشحدوا بالحاره بدهم يزلونا. ايه بدهم يزلونا. بدهم يزلونا؟ ولك بدهم يزلونا منشان طالبنا بالورثة تبعها من أبوها بدها تزلنا، فكرة بهالطريقة إذا شحتت وزلتنا بنعطيها مصاري نحنا، فهمتها ولا ما فهمتها؟ هلا فهمتها. هلا فهمت شو بدي ساوي أنا. هلا عرفت شو بدي ساوي. عم تفضحنا الحقيرة، عم تشمسنا قدام العالم. لك وين بدي ودي وشي؟ وين؟ قدام العقيدة بضراع، قدام بمستو، قدام نوغاي، لك قدام الطوطو. لك آخ أنا بدي أغسل شرفي، أنا بدي أعلمهم. لك أنا بدي شطجة. قولي هلا أمك تقتلنا، أمك تقتلنا. لك شو صار لك؟ شو صار لك؟ ما كسرت، ما كسرت، ما كسرت. لذلك تعرف شو؟ أنا رح كرر الانتحار. يا الله لك افهم يا بني آدم. مين عم يدق الباب؟ يا حزرك مين عم يدق الباب؟ لك الباب عم يندق، مين جاي لعنا هلا؟ مين جاي لعنا؟ أمك. طيب أختك. مر عنا يا مرتك. طيب بطيخة، تفاحة. طيب وإجا شيخ الجامع اللي عندهم جايب كل رجال الحارة. ومنشان شو أختي؟ مشان يقول له أعطي إخواتك البنات حقهم مثل ما الله كتب لهم إياه. أيوة. والشيخ قال يلي بيحرم إخواته البنات حقهم الله بيحرمه الجنة. خير ما عملتوا سيلفي؟ يلا الدم ما بيصير مي. أكيد مرت أخي، أكيد الدم ما بيصير مي. وأنتي أختي هذا حقك وحق أولادك، وما حدا له مني عليكي منو، بس سامحينا الله يرضى عليكي. أنتوا اللي سامحوني. لا أنتي سامحينا أنا وأخوكي أكرم، لأنه جوعناكي وجوعنا أولادك. الله يسامحكم دنيا وآخرة. أعتذر منك من جوزك على اللي عملناه فيكي أنا وأخوكي. أزيناكي، ضايقناكي، كمان نعم أسأنا لك كمان نعم. بس يا أختي الله يوفقك، الله يوفقك. راح ترجلي بعدي. بعت لي حمى ان شاء الله. لك ايش وين بتصي؟ ولا تسمع كلمة الله يوفق اخي لانه ما حرمنا من حقنا. معك حق يا اختي، بس انت هي القصة منين عرفتيها؟ من ستك صفية. ما اختك هلكتني بستك صفية، كل ما بصير معنا قصة بتحكي لي قصة بتشبهها عنا. بعرف. انت بكرة روح لعند اخوك الكبير وقل له ما بدي اخذ حقي قبل ما تعطي اخواتي البنات حقهم. خلص انا بكرة رايح لعنده، واذا ما رضي رح اشتكي عليه، ما في كلام. يلا صار لازم اعمل لكم قهوه هلا. قومي شو عم تستني؟ يا ريت والله يا اخي، انا سادة بشربها. يا سيدي شو بدك بالحكي؟ اختك عندك القصه خيله. ما هي ربياني على ايد ستك، كيف بدك تطلع؟ بس انت ليش شفت علي غليظ؟ لاني بحبك انا.